فيديو قصير على السوشيال ميديا فتح النار على بياعة النعناع من قبل حتى ما تتهنى بالترند بتاعها. خليك معايا في ما ينفعش يفوت. اما بقى بعد ما حكايتها قلبت الدنيا وبقت ترند على السوشيال ميديا وبقت قصه كفاحها وشقاها عشان تكسب قوتها بالحلال حكايه كل بيت في مصر، اتحولت القصه لدراما والحكايه الحلوه لحدوته مره والكفاح للاتهامات رايحه جايه. هحكي لكم الحكايه. واحد اسمه ناصر شحاته من الفيوم طلع فجاه واكد انه ابوها وانها سابت بيت العيله وهربت من غير ولا سبب من سنتين. شحاته قال انه راح لمركز شرطه الفيوم وحرر محضر بغيابها، ومن ساعتها لا حس عنها ولا خبر لحد ما سيرتها بقت حكايه كل الناس في مصر. طب ما مش عليها ليه يا عم شحاته؟ قال انه داخل 7 دخات عشان يعتر لها على اثر، لكنها فص ملح وداب لدرجه انه راح لدجالين، وكمان عرض 150 الف جنيه مكافاه للي يلاقيها او يدلوا عليها او يرجعها ليه. صادق يا عم شحاته، لكن ايه اللي حصل؟ قال انها كانت طالبه شاطره في معهد التمريض، لكن كان عندها مرض نفسي خلاه يجيب لها مشايخ كتير عشان يعالجوها من غير فايده، وكمان كذب كلام بنته اللي قالت انه منفصل عن والدتها، وقال ان علاقته بزوجته سمنه على عسل بعد 30 سنه جواز. مش بس كده، ده كمان قال انها اتجوزت من ورا اهلها. وفجر مفاجأة تانية وقال ان بنته اسمها الحقيقي نعمة مش منار زي ما قالت. وكالعادة قصة زي اي قصة محدش فينا عارف مين الصادق ومين الكذاب، واكيد محتاجين نعرف رأي حضراتكم في قصة زي دي. مستنية ارائكم في التعليقات.